أرضنا تتنفس بكل معنى الكلمة. دعوني أيها الأحبة أتأمل معكم ما نشره موقع ناشونال جيوغرافيك مؤخراً حول تنفس الأرض، هذه العملية المعقدة جداً التي تشهد بأن هذه الأرض لم تأتي عبثاً وليس عن طريق المصادفة، إنما بتقدير من الخالق عز وجل. دعوني أتأمل معكم آخر الدراسات العلمية من خلال هذا الفيديو. طبعا قام العلماء بدراسة النظام العالمي لتغير نسبة الكربون على الكرة الأرضية، وتبين أن الأرض أشبه بكائن حي له رئة يتنفس بها. فحسب موقع ناشونال جيوغرافيك فإن أرضنا تحوي بحدود 3.1 تريليون شجرة على الأقل، وكل شجرة تحوي عشرات الآلاف من الأوراق. مثلا شجرة البلوط الكبيرة يمكن أن تحوي بحدود 500,000 ورقة. العجيب أن كل ورقة من هذه الأوراق، أوراق النبات، مجهزة بمئات الآلاف من الفتحات، فتحات تهوية خاصة مختصة بالتنفس تدعى ستوماتا، حيث تعمل كل فتحة مثل رئة تأخذ غاز الكربون وتطرح غاز الأكسجين. ولذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعشاب والحشائش ومختلف أنواع النباتات، فنحن أمام عدد هائل جدا جدا يقدر بأكثر من تريليون تريليون فتحة أو رئة حية. يعني لدينا تريليون تريليون رئة حية موجودة تعمل على هذا الكوكب بنظام متناسق، حيث تمتص كميات هائلة من غاز الكربون CO2 وتطرح كميات هائلة من غاز الأكسجين O2، وبالتالي نحن أمام كوكب يتنفس بالكامل. سبحان الله. هنا أود أن أتذكر معكم آية عظيمة جدا يقول فيها تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني النظام العالمي المتوازن أو ما يسمى بالتوازن البيئي الذي يتحدث عنه العلماء اليوم أشار إليه القرآن الكريم: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يقول العلماء في الأشهر الدافئة تنمو الأوراق بنفس الوقت تقريبا، وتبدأ بامتصاص غاز الكربون وطرح الأكسجين، ثم في الأشهر الباردة تزداد نسبة غاز الكربون. طبعا هنا حسب وكالة ناسا التي أنتجت هذا الفيلم، لنسبة أو لتركيز غاز الكربون على الأرض، النظام العالمي لغاز الكربون وكيف تتغير نسبته مع تغير أشهر السنة. إذن هناك دورة سنوية محكمة ومنظمة، حيث تريليونات الأشجار تعمل وفق نظام عالمي ثابت وكأنها كتلة واحدة، حيث تتغير نسبة غاز الكربون من يوم إلى يوم ومن فصل إلى فصل كما نرى أمامنا. طبعا يعبرون عن نسبة أو تركيز غاز الكربون في الجو بالألوان كما نشاهد أمامنا. وطبعا الدراسة وجدت أن هذا النظام العالمي لتنفس الأرض تشارك فيه البحار والكائنات الحية الأخرى، حيث وجدوا أن دورة المطر أو ما يسمى بدورة الماء تساهم بشكل كبير في صيانة جو الأرض والمحافظة على التوازن البيئي. وهناك دورة مائية تعمل مع النباتات والمحيطات وبقية الكائنات الحية في نظام متناغم ومتكامل، فلا بد من وجود من يشرف على هذا النظام، ولا يمكن أن تجري الأمور بشكل عشوائي كما يدعي بعض التطوريين. إن الغطاء النباتي على الأرض يحتاج لنسبة محددة من غاز الكربون ويحتاج لنسبة محددة من الأكسجين ليتمكن من العمل بكفاءة عالية، وبالتالي فإن وجود عدد قليل من الأشجار على الأرض لا يمكن أن يعمل إلا إذا كانت نسبة الأكسجين والكربون هي ذاتها. لذلك يعني يقول العلماء إن نشوء الأشجار يحتاج لنسبة كربون محددة،
وإذا زادت عن ذلك سوف تختنق هذه الأشجار وتموت. وإذا زادت نسبة الأكسجين أيضا سوف تموت الأشجار لوجود خلل في عملية التنفس. يعني تأملوا أيها الأحبة، لدينا تريليونات الأشجار، الأوراق النباتية، الأعشاب، تعمل بشكل يعني مذهل، وكأنها جسم واحد، كأن الأرض كلها مثل إنسان له رئة يتنفس بها. سبحان الله. طيب من الذي يستطيع أن يقوم بهذا التصميم المحكم للأرض؟ يعني هل يعقل أن الطبيعة وقوانين الطبيعة العشوائية التي يدعون أن الأرض نتجت نتيجة عمليات عشوائية، هل يعقل أن يتم هذا النظام المحكم، هذا التوازن الدقيق كله بالمصادفة؟ لذلك قال تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.